لم يتوقف سامي سمعان أمام حدود عمله القديم كبائع للأدوات الكهربائية، بل استثمر خبرته وافتتح مصنعا لجميع أنواع اللوحات الكهربائية في محافظة سوهاج. ومن خلال قرض جهاز تنمية المشروعات استطاع إنتاج اللوحات داخل مصنعه بشكل كامل ووسع خطوط إنتاجه. طبيعة المشروع بتكون في كذا فكرة. يعني أولا بيجينا الصاج عبارة عن ماد خام، هنا احنا هنا بتجينا بأطوال معينة وبمقاسات معينة، بنتكلم في سمك الصاج، بنتكلم في العرض أو في الطول، ده كله معانا بيشتغل. الفكرة بأن احنا عندنا مكنة سي إن سي بندخل عليها الصاج، بعد كده بنبتدي ندخلها كذا مرحلة، من مرحلة لأخرى كل مرحلة بتعدى فكرة معينة لحد ما توصل للمرحلة النهائية اللي هي مرحلة التشطيب. بعد كده حضرتك احنا بنوصل لمرحله التشطيب، بتنزل على التسويق او السوق العام عامه عندنا في محافظه سوهاج. احنا حضرتك عندنا محل ادوات كهربيه احنا واخواتي في سوهاج. حضرتك احنا بدانا تجينا الفكره، احنا عندنا الفكره ان احنا عايزين نعمل مصنع لوحات كهرباء، لان حضرتك بدايه الفكره ان احنا لما كنا بنحتاج لوحات عشان نجيبها من القاهره فكان بتجبرنا في ظروف معينه، ظروف صعبه شويه، فالتجأنا لجهاز تنميه المشروعات الصغرى والمتوسطه ومتوسطه الصغر. وحقيقي يعني فعلا هم بدأوا يجوا معانا هنا في المشروع، كان قائم بس كان قائم بمكنه واحده. حضرتك جو هنا لينا شافوا المشروع فعلا وشافوا الارض وفعلا بدأوا يساعدونا وادونا قرض بمليون جنيه، وكان فعلا حضرتك هم بين وقت للتاني بيجي كان في اشراف من ناحيتهم هم. حضرتك لما احنا بدأوا يشوفوا المشروع فعلا هم بدأوا يقولوا لنا لو في اي متطلبات من ناحيتكم انتوا قولوا، يعني حقيقي بمنتهى يعني بمنتهى الصراحه كان بيجي مره واثنين وثلاثه وعشره وبيجي حضرتك يشوفوا المشروع قائم ولا لا، وفعلا ساعدونا وادونا قرض. حضرتك اهم المنتجات احنا هنا حضرتك بنعمل لوحات من طابلوه الشقه 18 بالعموم 14 بالعموم لوحات، وبنعمل لوحات 6 عداد 8 عداد 10 عداد 12 عداد، وبنعمل لوحات الابراج اللي هي 40 عداد 60 عداد 80 عداد، مهما كان عدد العدد احنا موفقين بنعمه ربنا ان احنا نعمله. حضرتك العماله عندنا 15 عامل حضرتك هنا كله حاصل على دبلوم، وحضرتك هم مؤمن عليهم في مجوز كبير مؤمن عليه وقائمين معانا. وحضرتك احنا هنا الفتره اللي بنشتغل فيها 6 ايام من الساعه 8 صباحا حتى السادسه مساء، وحضرتك كل العماله هنا شغالين معانا وكله يعني نشكر ربنا كلهم مستجيب معانا، هم بيساعدونا في حاجات كتير. يعني كل اللي عنده فكره في الشغل بيطلع، اللي عنده يعني اللي عنده حاجه جوه في الشغل احنا بنلاقي فيه ابداع هنا في الشغل من العماله عامه. حضرتك لا في سوهاج هنا عامه ما فيش مصانع لوحات كهربائيه، احنا حضرتك لما جينا حتى نبحث او نعمل يعني دراسه جدوى للمشروع بدانا نشوف الاماكن اللي هي كسوهاج عامه نشوف فيه هل المشروع قائم او لا قبل ما نشتغل في المشروع نفسه، لكن الحمد لله احنا ثبتنا وجودنا ارضنا هنا على محافظه سوهاج وشغالين حضرتك في توزيع الباقي المحافظات. فعلا حضرتك في تواصل فعلا، وهم حضرتك بيجوا معانا بيقولوا لنا لو انتوا عندكم برضو افكار تانية عايزين تطوروا اكبر من كده في المشروع ما فيش مشكله، واحنا هنساعدوكم سواء مادي او معنوي او اي حاجه احنا هنساعدوكم فيها. بقول لحضرتك للشباب بلاش فكرة أنا هشتغل إيه، بلاش فكرة أنا هعمل إيه أو سن وصلت لإيه أنا ما ينفعش أشتغل في حاجة، مفيش حاجة في العمل الحر عامة متعطش لجميع العمالة مهما كان السن مهما كانت دراستك أو أي حاجة. حضرتك التجي أي يعني لو عندك فكرة في دماغك بنسبة 1% روح لجهاز المشاريع الصغرى المتوسطة وحضرتك هو هيمولك تموين كامل معنوي أو مادي. يعمل سامي سمعان خلال الفترة الحالية مع جهاز تنمية المشروعات على تحسين منتجاته، ويتلقى دعما فنيا وتقنيا وتسويقيا يأمل أن يمكنه من تصدير منتجاته إلى مختلف الأسواق الإقليمية.